محمود. إيه؟ غصب عنا محمود، غصب عنا صاحبي. ما انت عارف الراجل مننا ما عندوش غير حاجتين، جيبه وشرفه، وانا جيبي زي ما انت عارف. كان لازم احافظ على شرفه يا محمود. هو انت فاكر باللي انت عملته ده حافظت عليه؟ انت ضيعتنا. بقول لك ايه انا، انت وهو احنا مش هنقعد نرغي للصبح، عندكم عاد عرض على النيابه لازم تلحقوه. خد تتغير هدومك انت وهو، وبعدين تخشوا على الحمام توضبوا نفسكم ماشي، عشان يبقى شكلكم كويس قدام النيابه. باشا هو احنا هنطلع اسكندريه؟ هتعملوا ايه في اسكندريه يا ابني؟ انتوا هتتعرضوا على النيابه هنا في رشيد. يلا خلصونا. نيابه هنا في رشيد؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، ضيعتنا ضيعتنا يا سالم. ضيعتك ليه يا محمود؟ انت مش سامعه بيقول نيابه؟ انا من خبرتي قدام التلفزيون بقول لك ان النيابه دي حاجه خير ان شاء الله. الكلام ده لو احنا ممسوكين في قضيه نفقه، لكن بعد الكلام اللي انت قلته في اعترافاتك الهبله هيودونا في 60 داهيه. تعرف انا حاسس بايه؟ ايه؟ الناس دي هتخلص علينا. ازاي؟ الحكايه دي دايما بشوفها في القضايا السياسيه الكبيره المتلفقه، عشان محدش يسالهم لفقتوا القضايا دي ليه؟ يقوموا يلبسوا المتهمين لبس عادي كده وياخدوهم في حته فاضيه في الصحراء في الطل ويصفوهم. يعني ايه يصفوهم دي؟ يعني يخلصوا عليهم يا سالم. يا ريتني ما سالت، يا ريتني ما سالت. انت بتهزر يا محمود، انت بتهزر صح؟ دي لعبه وياما بتتلعب. يقول لك تم اطلاق النار عليهم اثناء هروبهم، وبكده يدفن سر القضيه مع اللي اتقتل. انت بتتكلم عن جوز فراخ يا محمود؟ لا انا بتكلم على جوز بني ادمين محترمين واخدين حقوقهم. يا عم قوم بص لنفسك في المرايه، في فرخه تاكل العلقه اللي انت كلتها؟ الحقيقه لا. بس لا انت بتكبرها، انت من عيله مخها بايظ اساسا وبتكبر المواضيع وبتعمل من الحبه وبه. انا عارف انا هعمل ايه، انا هروح قدام الباشا وكيل النيابه هقول له سعادتك الاعترافات اللي مكتوبه دي كلها كانت تحت تهديد قلع البنطلون، يعني الكلام ده كله كذب، فالباشا هيصدقني وهنطلع من القضيه دي زي الشعره من العجين. طيب انت حر بقى، عايز تضحك على نفسك براحتك، بس اقنعني الاول، اذا كان الضابط قاعد جوه بقاله ساعتين عمال يهددني ويقررني ان انا حاولت اقتل رئيس الجمهوريه، يعني قضيه ارهاب، والقضايا اللي زي دي بتروح محاكم عسكريه او نيابه امن دوله، ورشيد لا فيها دي ولا دي. ضيعتنا يا سالم. طب ما يمكن عرفوا غلطتهم وعرفوا ان احنا مالناش دعوه بالموضوع ده. تصدق زي دي فاتتني. اقول لك، انت عارف الضابط وهو بيكتب المحضر الاداه ندا، فالقلم اترعش في ايده ودموعه غرقت الورق، وكلم امه قال لها مش هظلم حد تاني، وبكره يما هنروح نطلع نعمل عمره. انت عايز تجيب اجل يا سالم؟ يا جدع ارحم امي بقى، ارحم امي. انت عايز مني ايه؟ المركب ولعتها، عايز تحرق دم امي؟ انا دم امي محروق، انا دم امي. الله يلعن ابو صحبيتك يا اخي. وانت يا ابني تعترف عليا بالكذب وكمان بتزعق؟ ده ايه البجاحه دي؟ ده روح انا بوعيك. اثبت يلا انت وهو. ابوس ايدك، انا مش عايز اتصفى. تتصفى ايه يا انت عبيط؟ انا مش هوطي ولا ابوس رجل حد، انا هتصفى وانا رافع راسي فوق. احنا طول عمرنا عشنا رجاله ولازم نموت موتة رجال. ايه العيله الهبله دي؟ بقول لك ايه، ولا انت وهو ما تاخدوش دماغي، قدامكم خمس دقايق بالظبط اجي الاقيكم لابسين وجاهزين. وعلى تبان عليك اهبل ولا ايه؟ جاتكم القرف. مش قلت لك يلا انت وهو ضاربين بوز ليه؟ مش تفرحوا انكم اخيرا هترتاحوا؟ ايه يا ابني ده، ظبط هدومك، ظبط يا ابني، ظبط، ما عندناش وقت، خلصوني. انت يا ابني ما تخرجهمش من الباب اللي قدام، خرجهم من الباب اللي ورا، هتلاقي العربيه مستنيه. يا باشا ابوس ايدك، ابوس ايدك يا باشا، انا مش عايز اخرج من الباب اللي ورا، خرجني من الباب اللي قدام. انا مش هيفرق معايا اخرج من اي باب يا باشا، مش هديكوا فرصه تشوفوني وانا ضعيف. العيال دي تعاطوا ايه في السجن؟ الله يخرب بيت العساكر اللي ما بتبطلش تهريب. خلصنا يا ابني، انا مش ناقص وجع قلب، خلونا نخلص الشغلانه دي. يلا ليك راجل يا سالم، اعتبر ان المركب خريت بينا في البحر. اشهد ان لا اله الا الله. خدوهم. انا بتبلغ سلامي لامي، قول لها ان انا كان قصدي خير وان هي كانت حاضره خير والله. ها كان نفسي اطبل عليها حبيبتي يا امه. هما قامت قطمت وسطنا واحنا بنجيبها واحنا بنروحها. يا نهار اسود، انتوا قبضتوا على امي؟ انتوا خلاص ما عندكمش حرمه لاي حاجه؟ وانت اللي اعترفت علينا بالكذب عشان تحافظ على شرفك،
مش هكرر بقى الكلام اللي قاله على الحق. لا اله الا الله. لو فيكوا راجل يفك الكلبشات وانا هفرجكم انا عامل فيكوا ايه. كان فين الجبروت ده من الاول؟ دايما مأخر يا سالم. ايه ده يا مصبتي؟ محمود ابني فين يا عبد الناصر؟ ما لقيناهوش جوه. يعني ايه؟ كانوا بيوزعونا من هناك عشان ينقلوه على مقر تاني؟ مش قلتلكوا دول كدابين ولا يمكن يتصدقوا ابدا. استنى يا ابني ما تتسرعش. اللي عرفناه انهم هيبداوا التحقيق معاه بعد ساعه، هو وسالم كمان. انت بتصدق الكلام ده يا بابا؟ بعد ساعه هنعرف اذا كانوا صادقين ولا كدابين. ولو طلعوا كدابين هنعمل ايه؟ هنرجع تاني المقر ونقتحم ونطلع كل المعتقلين جوه. هم فاكرين نفسهم ايه؟ لا يا جماعه مفيش داعي للكلام ده. احنا مستنيين محامي جاي من اسكندريه وهو متخصص في القضايا اللي زي دي. وعلى ايه بس؟ ما احنا معانا الاستاذه اهي من صباحيه ربنا وكتر خيرها بصراحه. لا يا عم مفيش مشكله، احنا كلنا زملاء، اهم حاجه نطلعهم ان شاء الله. حسين إيه؟ هو ده المحامي اللي ربنا قدرك عليه يا حسين؟ لا مش ده، التاني بدا. ما هو معاه ست منقبه اهو، يبقى اكيد تبعك. يمكن قلق من القضيه حلق دقنه في السكه. ايه السلام عليكم. السلام. اهلا اهلا يا وش السعد. يا ام محمود كتر خيرها، ده لولاها ما كناش عرفنا باللي حصل. وكل اللي حصل برضه حصل من تحت راسها. ازيك يا شيرين يا بنتي؟ ازيك يا عم؟ هو انت اتنقبت ولا ايه؟ لا انا بس لابسه كده عشان اعرف اخرج من ابويا. فيك الخير يا عيني. بصي يا خالتي انا عارفه ان اللي حصل ده حصل من تحت راسي، عشان كده جبت المحامي ده وانا جايه، وانا هقف اتفرج على محمود وهو بيضيع من ايدينا كده. اعوذ بالله. يا ريت تنقبي بقك وتسكتي، احسن كل ما بتفتحيه بتجيب لنا مصيبه. محمود ابني ان شاء الله مش هيضيع، واحنا مستنيينه وموكلين له محامي بدقن كمان، مش كده يا حسين؟ ايوه يا حماتي بدقن. ومعانا الاستاذه منى من مركز حقوق انسان، محاميه كبيره قد الدنيا وجايه لنا مخصوص من اسكندريه، يعني يا ريت تحلي عن سمانه، ويا ريت تخلي الاستاذ اللي معاكي ده يشوف اكل عيشه في حته تانية. لا اله الا الله، مش كده يا ام محمود؟ معلش يا ابني، خالتك ام محمود اعصابها تعبانه عشان ابنها، دول كتر خيرهم برضه. ماشي يا خالتي هتشوفي، انا بعون الله بعد احترامي لاي حد في قضيه محمود، يعني ما حدش هيخرجه من القضيه دي غيري انا يا خالتي. يلا يا استاذ. لهم ايه؟ ليه مش كده؟ مش كده هزعلي الناس مننا؟ عرفك انت كل شويه تجيب لنا مصيبه. يوه افتحوا الملف الساعه، قال ابني هيضيع. ايه نشوف. يلا هيرضوا يدخلونا؟ بدل ما انا معاك هيدخلونا. يا نهار اسود، كل الناس دي هتتصفى معانا. محمود هم عايزفونا وسط الناس كده. محمود هم دول بيهمهم. سالم إيه؟ احنا لازم نموت موتة رجاله. ايه ده؟